في بداية المحاضرة الرابعة اللي بنتكلم فيها عن العوامل الأرضية الكيماوية. اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن العوامل الأرضية الطبيعية اللي هي قوام وبناء وحرارة وهواء وماء الأرض. النهاردة هنتكلم عن العوامل الأرضية الكيماوية اللي بتشمل 5 عوامل: حموضة وملوحة وكروية والمادة العضوية والعناصر الغذائية الموجودة في الأرض. حموضة الأرض بترجع إلى ما تحتوي الأرض من أيونات الهيدروجين، أو ترجع كرويتها إلى أيونات الهيدروكسيل. رقم الحموضة بيعرف بإيه؟ بإن هو اللوغاريتم السالب لتركيز أيون الهيدروجين بالجرام في اللتر من المحلول، يعني عدد جرامات الهيدروجين في اللتر. والمحلول ده بيكون متعادل لو كان البي اتش بيساوي 7، ويكون حامضي لو بيكون البي اتش أقل من 7، أما لو البي اتش أكبر من 7 فبالتالي بيكون التأثير عندي بيكون قلوي. مصادر الحموضة في الأرض: تحلل الصخور الأمية النارية اللي هي تجمع سيليكاتي، تكوين أحماض غير عضوية زي الحمض الكربونيك، وده أكثر وانتشار أكثر في الأرض الحموضية لتحلل المواد العضوية، أو تكوين ثاني أكسيد الكربون الناتج من تنفس الكائنات الحية، تكوين بعض الأحماض العضوية الدقيقة زي عضوية زي آسف تكوين بعض الأحماض العضوية زي حمض اللاكتيك والأوكزاليك والخليك، ده أثناء التمثيل الغذائي لبعض الكائنات الحية الدقيقة. انطلاق الغازات والأدخان من المصانع زي ثاني أكسيد الكبريت وغيرها، ده بيزود حموضة الأرض الكهرباء والمصانع. تكوين حمض الكبريتيك ونتيجة فعل الميكروبات على بعض الخصائص زي الكبريت وكبريتات النشاط وغيرها. زيادة كمية الأمطار أو مياه الري، ده بيؤدي إلى غسيل الكربونات المعدنية زي الصوديوم والكالسيوم والمسح على سطح الأرض، فده ويحل الهيدروجين بدل ما بيزود حموضة الأرض. وزيادة درجة حموضة الأرض المنزرعة بعصير المياه أثناء الليل لانطلاق سي أو 2 وتكوين حمض الكربونيك بالليل. أما في النهار بتقل درجة الحموضة لانخفاض تركيز سي أو 2 وزيادة تركيز الأكسجين اللي اتصنع أثناء عملية التمثيل الضوئي. أحيانا الأعراض الحموضية في مصر مش موجودة، في مصر ليه؟ لعدم وجود الصخور النارية المنتجة لروتين السيليكات، كذلك لقلة الأمطار الساقطة. إحنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت إن مصر تقع في المنطقة الجافة الأمطار، اسكندرية تبقى 84 مللي، بنزل الجنوب لأسوان بتوصل إلى حوالي 3 مللي. والعاملين دول بيسببوا تواجد الأعراض الحموضية اللي هي مش موجودة عندنا هنا في مصر. تأثير حموضة الأرض على نمو المحاصيل: ظهور أعراض تسمم بالألوان والمنجنيز اللي بتتجمع بالجذور وتضعف فتضعف قدرة النبات على نقل فوسفور الأرض للحزمة الوعائية. زيادة إصابة بعض المحاصيل بأمراض معينة زي جرو البطاطس. ضعف نمو النباتات وذلك لنقص الكالسيوم والفوسفات الصالح للامتصاص. وأخيرا ضعف قدرة النبات على امتصاص الفوسفور. بنقسم المحاصيل على حسب درجة تحملها للحموضة. في عندنا محاصيل زي تحمل الحموضة زي الدخن، حشيش سوداني، دخان الفول البلدي، متوسط تحمل الحموضة برسيم مصر، الذرة الشامية، القمح، قطن فول سوداني. محاصيل لا تحمل الحموضة برسيم حجازي، الشعير، بنجر، سكر، بصل. ملوحة الأرض: الأراضي الملحية هي الأراضي اللي تحتوي على تركيبات كبيرة من الأملاح الدايبة زي كلور الكالسيوم والمغنيسيوم وصودا بتركيز مرتفع، ده بيؤدي إلى إحداث أضرار النبات النامية بيها مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم علاج الصرف في المناطق الجافة في كلية الأمطار. خاصية الأرض الملحية: تلون سطح الأرض باللون الأبيض وخاصة في وقت مرتفع من الحقل، عن نشوء الأرض عند الجفاف، ملوحة الطعم ومذاق المحلول الأرضي، انتشار بعض الحشاشة المميزة على الأرض الملحية، خصائص كيماوية، تركيز عنصر الصوديوم المتبادل أقل من 15% من ساعة تبديلك لسطح الأرض، درجة توصيل الكهرباء المستهلكة للأراضي الملحية أكثر من 4 مليموز، تركيز الأملاح في الأرض حوالي 2500 أكثر من 2500 بي بي إم، الضغط الأسمزي محلول الأرض أقل من أكثر من 1.44%، ورقم الحموضة البي اتش أقل من 8.5. تأثير ملاحظة التربة على النمو وإنتاجية المحاصيل: نقص قدرة النباتات على امتصاص المياه من عرض العرض الفسيولوجي، نقص امتصاص العناصر الغذائية، اختلال عمليات الحيوية بالمحصول، تأثير الضار لبعض الكربونات والإنات على نمو المحصول. صفات النباتات اللي تتحمل الملوحة: تعمق انتشار المجموع الجذري، قلة المجموع الخضري وبالتالي قلة عدد الصخور على الأوراق مع وجود طبقة شحمية عليها أقل من معدل النتح، زيادة ضغط الأسموز العصير الخلوي من خلال الجذور لمواجهة ضغط الأسموز المرتفع في الحموض الأرضي، زيادة محتوى النبات نمائي مكون بالخلايا المساعدة على مقاومة العطش، وزيادة تركيز الغيرات المحبة للماء في بروتوبلازم الخلايا. تقسيم المحاصيل الحقلية حسب درجة تحملها للملوحة بنقسمها لثلاث أقسام: في قوي تحمل الملوحة زي البنجر، السكر والعلف، متوسط تحمل الملوحة زي الرز والشعير والقرطم والكتان والقطن والبرسيم المصري، محاصيل ضعيف تحمل الملوحة زي القمح، الذرة الشمالية، البطاطس، البرسيم الحجازي والفول البلدي. الخطوات اللي يمكن اتباعها لاستصلاح الأرض الملحية: شقة مسطحة مكشوفة مغطاة على بعد حوالي 15-30 متر، غمر الأراضي بمياه الري لإزالة الأملاح الموجودة بها، صرف مياه الري في المسارج للتخلص من الأملاح المذابة مع تكرار الري والصرف كلما إمكن ذلك. كروية الأرض:
الأراضي القلوية هي الأراضي اللي بتتميز بارتفاع تركيز كاتيونات الصوديوم المتبادل على سطح حجرات الأرض بصورة كربونات الصوديوم، وبتتكون من كروت الصوديوم عن طريق تبادل القوى في الأرض بوجود تركيز مرتفع من أملاح الصوديوم، عشان كده بتتكون في الأرض مناطق قريبة ولا تتكون في المناطق الجافة. خاصة الأراضي القلوية اللي خاصة الكيماوية ارتفاع مقدار الصوديوم المتبادل 15 في مسار تبادلية كاتيونات الأرض، درجة الحموضة بيوصل لحوالي 8 ونص ل 10، درجة توصيل الكهرباء بتبقى 4 ملي موز، تركيز الأملاح حاليا 1500 بي بي إم. خصائص ظاهرية، ظهور محصول صناعي عن لبني مسود في سطح الأرض نتيجة وجود عنصر الصوديوم وتنطع على سطح الأرض، تشعب سطح الأرض بيكون يعني تشعب سطح من الجفاف موجود طبعا جانبية لينة تحت القشرة، عدم تسرب الماء في بطن الأرض بصورة بقوة على سطح الأرض لفترة طويلة، تعلق الطين المتعجب في الساحل المحيط عند إجراء عملية الحرد، وعدم تسرب الماء في بطن الأرض بسهولة. تأثير كروية الأرض على نمو المحاصيل، تحلل المادة العضوية بالأرض وظهور نتائج بسيطة نتيجة ارتفاع كرز كربونات الصوديوم، تسمم النباتات نتيجة ارتفاع أمونيات البيكربونات، فهم تسمم النباتات بعض العناصر الغذائية، وضعف نمو النباتات ذلك لسوء الأخصائص الطبيعية زي سوء التهوية عند نفاذ الماء الأرض بسهولة. خصائص سطح الأرض القلوية، أضافت بعض المركبات الكيميائية عملية تأثير تجميع حبوبات الأرض مما يساعد على التخلص من أملاح الصوديوم، اتباع نفس الخطوات المستخدمة في سطح الأرض الملحية هي كونت المصادر من إجراء الري واستخدام باستمرار غسيل الأملاح بالأرض. المادة العضوية، المادة العضوية عبارة عن المخلفات النباتية والحيوانية وبقايا المحاصيل بعد حصادها، وكذلك هي حية تحلل للتربة، وتركز المادة العضوية في الطبقة السطحية بالأرض الزراعية وبتقل بتعدد سطح الأرض. أهمية المادة العضوية لنمو المحاصيل، هي المصدر الأساسي للعناصر الغذائية اللازمة للنباتات، حيث تقوم بفعل كيانات الحياة الدقيقة الموجودة بالأرض لتحليل المادة العضوية، وبناء على تكوين عناصر غذائية زي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم وغيرها، هتصبح في صورة قابلة لامتصاص بواسطة جذور النباتات. المادة العضوية المصدر الرئيسي للغذاء كيانات الحياة الدقيقة بالأرض، لأن الكيانات تستخدم اللجنين والسلوز والنشا والسكريات والدهون والبروتينات الموجودة في المادة العضوية في تغذيتها. بزود مقودة الأرض على تحفظ المياه بصفة أرض خفيفة، لأن المادة العضوية ليها صفة غابات تتشارك بها كبيرة جدا من المياه، وبتساعد على تحسين بناء وتوابيت وحرارة الأراضي الثقيلة. آخر حاجة العناصر الغذائية، بنقسم العناصر الغذائية من حيث احتياجات النباتات إلى مجموعتين، عناصر غذائية ضرورية وعناصر ضرورية، ودي عناصر لا يمكن للنبات أن ينمو بدونها، ونقسمها لنوعين، في عناصر كبرى وعناصر صغرى. الكبرى بيحتاجها النبات بكمية كبيرة زي الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت. عناصر الغذائية الصغرى زي عناصر يحتاجها نبات بنيوت صغيرة زي الزنك والمنجنيز والحديد والنحاس والبروم والمدنم. عناصر الغذائية الضرورية وعناصر اللي يحتاجها نبات ضرورية زي السيليكون والصوديوم والكلور. صور الفصل العناصر الغذائية كاتيونات زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد. أنيونات فيها شعلة كربونية سالبة زي النترات والفوسفور والكبريت والمولبدنم. الجزيئات زي الأكسجين والهيدروجين والكربون والكبريت. وهنا زي ما انتم شايفين ده جدول بيبين تأثير العناصر الغذائية على بعض العمليات الحيوية والفسيولوجية النبات، زي العناصر الكبرى تأثر على الكلوروفيل والتنفس وتنزيل الأسمار وتقليل المواد الغذائية ونمو الجذري والعودة الجذرية، جذور الخلايا وقطاع الخلايا، السكريات، ضغط السموم وتحول الظروف القاسية، البروتين والحموضة الأمينية، دهون الفوسفوليبيدات، فيتامين بي وفيتامين سي ومنظمات النمو. العناصر الكبرى الموجودة هنا زي N نيتروجين، P فوسفور، K كالسيوم، M G مغنيسيوم، سي اي كالسيوم، اس كبريت. عناصر الصغرى زد ان زنك، اف اي حديد، ام ان منجنيز، سي يو نحاس، بي بورون، ام او مولبت. واللي هنا تكون انتهينا من المحاضره النهارده، اتمنى تكون حازت اهتمامكم واعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.